انتوما بعدا راكم غادي اعطيهم تليفون، هم التليفون تاع شي واحد فيكم طاح. اسمحوا لي على الرطار، ما نويتش، ولكن القصة ديال هذا الأخ أعظم من أي واحد راه يدوز عندي في هذه الأيام. الضرر اللي كيعاني منه هو أعظم منك أنت آلاف المرات، ماشي مرة وزوج وثلاثة ولا يعني تجمعي 20 واحد من خوك ومنك ما يساويش الضرر اللي عنده. يعني كي تشوفوا بحال هذه الحالات بالعكس كتقولي الحمد لله أنا راني مزيانة، حالي راه لا يساوي شيئا مع حالي. ما تذكر اسمي الله يشافي الجميع. هذا حال الدنيا، الانسان لا يقاس فهمتي. الطبيب راه يعالج عند الطبيب، شحال من طبيب يمرض يتعالج عند الطبيب، فهمتي عادي. الله يفرج على الامه كامله ان شاء الله. عندك شي حاجه بغات تذكرني بها؟ شنو كاين؟ واحد الحصة حتى الأم ديالي تفكرت حتى هي، تذكرت أنا نسيا وفين مراتها وشكون دار. شنو الجديد ديال حالكم؟ نهضر عليكم دابا، ما تدخلينيش في واحد الواد مازال ما وصلنا له، مازال فهمتي ياك الحاجة. نكملوا بعدها الدرسة هذه اللي راه عندنا مسوسة. احكي لي. أنا صراحة نحس كيما قلت لك، دابا نحس خفافية اليوم أو الثاني ما تسرعناش العام. المشكل هو انني لا تسرعت، انا تسرعت الاخ ديالي ولا تسرعت انا تسرعت حتى هو ميت. وهذا المقياس هذا زوين، هذا المقياس زوين زوين. يس ذكرني بالحاله ديالك، شنو المستجدات؟ كيفاش بحالها؟ فيك الجنون وجيتي دير الرقيه كدوزي عند الاخوه ودوزي عندي، شنو المستجدات؟ فين راكم واصلين؟ كاين شي مرات كيطلع داك الشيء كيولي شنو اكثر، يا كنكون مزيان نحس براسي خفيف هذا داك الشيء مش الم كيتحكمش فيا بزاف كيكون فيا وسواس بزاف في الصلاة. واخا شنو الاشياء اللي تغيرت فيك؟ اشي قلتي هنا ماشي كيما قلت لك ديك المره بالنسبة للحال كل شيء ما بقاش، وكان خرج فيا شي حاجه هنايا ما عرفتش واش السيح المأكول ولا ما بقاش بعد الاستفراغ وكنت عند بزيد ما بقاش حيد، وكان ديال الاستفراغ ما كنردش داك الشيء يعني ولا غير شي نتاع دوك الخيوط داك الشيء ماشي بزاف، وما كنتش خصوصا الا عندي هكا نمشي ندير رقيه ولا شي حاجه نمشي شي بلاصه ما كنت نقدر ناكل، ما نقدرش ناكل بصح ما بغيت عندي شهيه ناكل. هادشي اللي تبدا. مابقاش عندك سحر في المنام؟ لا هذاك ما بقاش، كنت واخا كنت كناكل التمر كنت كنحلم ناكل بصح دابا لا ما بقاش. حالك راه متغير بزاف. واه الحمد لله. يعني كاين فرق في حياتك. واه الحمد لله. عاودي اعطيني النسبه ديال التحسن. هادشي اللي قلت لك يعني 70% 80% 90% 60% 90% قاعد 90% جيتي اختي ما تجيش. لا تجيش يعني كنشوف راسي ان يعني غير داك الشيء غير الضحك اخويا لقيها سهله. كملي بقى غير خرج. كتحسي بالتعب؟ كتحسي بالتعب ديالو؟ واه اعطيني معلومات عليه جديده. بحال هو عاشق ما عرفتش هذا هو كاين حي وكاين عاشق كاين حي وكاين كنت كنتاثر فيه دابا وليت كنتاثر فيه يقدر يكون كان يخفي ذلك الامر في التالي ابداه عادي عادي وعاوتاني كيتخبى وداك الشيء اللي فيا كيتخبى مره نتسرع مره ما يوقع لي والو بحال ما فيا والو كيتحصن بحال اليوم ما تسرعناش درت الرقبه ما تسرعتوش ولكن حسيت برجليا تقالو كيفاش غتمشي مزال كنا ناويين نجلسو بصح
يمكن غنمشيو سو مهما كان الحال حنا مكملين، ما وصلنا اليه راه عارف اللي كاين، عارف انكم تقدروا تقنطوا شويه، تقدروا تعياو، تقدروا تملوا، تقدروا تكون تقلت عليكم الدنيا شويه، ولكن والله العلي العظيم انه مهما كان الحال انكم راكم مزيانين، راكم في نعمه، فهمتوا؟ وان شاء الله ربي غادي يختم لكم ان شاء الله، تبقى غير ذكرى ان شاء الله. والله العظيم كاين شي اخوه كيتواصلوا معايا في الخاص، منهم اللي جاوا عندي الصيف اللي فات، بعدا عندي شي ارقام ديال شي وحدين، والله العظيم كيتواصلوا معايا كيقول لك دابا كي كندخلوا مره نتفرجوا شي لايف كنبقاو نضحكوا، كيتفكروا حالهم، يتفكروا الحال ديالهم وياكل العصا، كاين فيهم اللي كلا العصا لو كان كلا الطبل نهار العيد لو كان منتقب، ولكن الانسان يصبر ويعرف بلي ربي غادي يشفيه ولو بعد حين. يلا جلسي منفصلي انا نبدا، عندك شي حاجه باغي تقولها لي جرين دايزر؟ غادي تريب علينا الدار بداك الصرع ديالك. الله المستعان. الصالحين الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى من تبع نهجهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين وكفى الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وعين الصابرين اله الاولين والاخرين منجي المسلمين المؤمنين عالم السر والخبايا والخفايا الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وبركة وشفاء ونورا ما ترك شيئا إلا وأخبرنا به من النار حذرنا وبالجنة للصالحين منا وعدنا وأوصيكم معاشر الجن في الأجساد أينما كنتم وكيفما كنتم أن تتعظوا بهذا القرآن العظيم الذي قال فيه النبي صلوات ربي وسلامه عليه من لم يعظه القرآن والموت فلا واعظ له اتعظوا بما مررتم به من ألم بهذا القرآن العظيم الذي ليس له خدام من الجن ولا الشياطين ولا الملائكة ولا كلمات عربية مميزة منزهة مفضلة من الله إلى العالمين إنسان وجنة هدى وبينات من هدى والفرقان تعظوا وتوبوا إلى ربكم جل وعلا ولا تنخدعوا بالشيطان وزمرته لا تنخدعوا بالشيطان ووعوده المخلوفة الكاذبة لا تنخدعوا بالشيطان وما وعد وعد الشيطان مخلوف معاشر الجن وعد الشيطان مكذوب وعد الشيطان لا أساس له من الصحة الشيطان يعرف الله ويعرف قدر الله الشيطان نفسه يهاب الله يعرف وزن الله وعظمة الله الشيطان لما أقسم قال وبعزتك يقسم بعزة الله الشيطان يعرف من هو ربنا سبحانه وتعالى كان من خيرة زمرة الملائكة المقربين لرب العالمين إذا عصى الشيطان وغوى وضل وهوى فلا تكون له جنودا وأعوانا وأتباعا ولا تشتروا ولا تبيعوا الآخرة بالدنيا لا تبيعوا الخلد الأبدي في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض بدنيا فانية زاهدة أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله كل ما أنتم عليه الآن زائل أسحاركم ستتلاشى مع الأيام والأعوام قوتكم ستزول الله خلق الإنسان والجن الحيوانات والحشرات كلنا نكبر ونهرم ونشيخ نبدأها بالضعف وتنتهي قصتنا بالضعف توبوا إلى الله جل وعلا
ارجعوا إلى الله جل وعلا، كونوا مع الله جل وعلا، اتقوا الله جل وعلا، أنيبوا إلى الله، عودوا إلى الله، ارجعوا إلى الله. إني لكم ناصح أمين، لا أرضى لكم العذاب الأليم، وإني أخاف عليكم من غضب ربي، وإني والله لا أرضى لكم أن تكونوا مع الشيطان في النار، وإني لا أحب لكم العذاب، ولا أتمنى أن أسمع صراخكم يوم القيامة، وأسأل الله أن أكون من أهل النار، وأن يرحمني لا بعملي ولا عبادتي وطاعتي ولا بأي شيء رحمته. لا أتمنى أن تكونوا من الذين يصيحون في النار. يسألون الله قطرة ماء ويخاطبون المؤمنين المسلمين الموحدين ويصيحون لأهل الجنة من النار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. إن الله نخاف عليكم عذاب ربي، وعذاب ربي واقع على الكافرين، فلا تظن أن الشيطان سيدفع عنك شيئا من حر النار ولا ألمها. الشيطان نفسه سيكون في صورة سيئة وذل وذلة، لا معين ولا ولي ولا ظهير ولا نصير، ملك وقد زال، سلطة وقد ذهب، خدام وفي النار قد حشروا. توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، أسلموا لله تسلم. كل شيء على الأرض يزول وينفد ويتلاشى ويضمحل، لا يبقى إلا وجه الله، كل هالك إلا وجهه، كل يزول إلا وجه الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة نادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أنفسكم.
أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب أليم
لا إله إلا الله.
الأسر أعظم الحصون وأقدمها وأمتنها، تكسر كل الحصون وأقواها، تكسر كل الحصون، تدمر كل الحصون، تفجر كل الحصون، تكسر كل الحصون، تدمر كل الحصون أينما كان وكيف كان لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء اللهم دمر كل حصن أينما كان وفجر كل حصن أينما كان أينما كان أينما كان وكيف ما كان أينما استخفى وكان وكان أينما استخفى وكان ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات وأزل لذاتها
كل عين فاجرة تبطن كل عين أشفي أنت الشاف لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا ضررا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما اللهم باعد بيننا وبين كل حاسد وحاسدة وعائن وعائنة وساحر وساحرة بعد السماوات والأراضين يا رب العالمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا ضررا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما اللهم باعد بيننا وبين كل حاسد وعائن وعائنة وساحر وساحرة بعد السماوات والأراضين يا رب العالمين أعلن لهم مرضات الحق والدين واشف مرضانا مرضى المسلمين وعاف مبتلانا يا رب العالمين صب على مرضانا مرضى المسلمين صبائب برحمتك وشفائك
وعلاجك ودوائك يا رب العالمين. اللهم اهدنا انسا وجنا, اللهم اهدنا انسا وجنا, اللهم اهدنا انسا وجنا, اللهم اهدنا انسا ولا جنا, اللهم اهدنا انسا وجنا يا رب العالمين, وتب علينا انسا وجنا, ردنا الى دينك ربنا جميلا غير مخزن ولا فاضح يا رب العالمين. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن, ايدنا بنصرك وتوفيقك يا رب العالمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى كلها وصفاته العليا كل يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا ضررا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا الما. علي اللهم رب رايت الحق والدين, صل الاسلام والمسلمين, خذل الشرك والمشركين, ودمر اعداءك اعداء الدين. باعد اللهم رب بيننا وبين كل حاسد وحاسده, وعائن وعائنه, وساحر وساحره, بعد السماوات والارض يا رب العالمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. عندك شي حاجه بغيتي تقوليها لي؟ نزل كله لرجلك.